شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله اللي غادي يكون خصوصا غادي نجاوبكم على واحد السؤال العديد منكم واللي كيحير بزاف الشباب واللي صراحة يعني كنتوصل به والجميع ما كنلقاش شي واحد اللي يقدر ربما كنتلاقى معاه ما كيسولنيش هذا السؤال هذا، وهو كيفاش خويا واش كاين شي فورماسيون باش نولي اونتربرونور، يعني باش نولي مقاول، بغيت نولي مقاول كيفاش نقدر نولي مقاول. خصكم تعرفوا بان جميع لي فورماسيون اللي راه كيتبروبوز سواء جميع الدول راه ما كاينش شي فورماسيون اللي كتوريك انك اللي كتقريك على اساس ولا كتوجدك على اساس انك تولي مقاول. لي فورماسيون اللي كيداروا كتعلم كيفاش انك الا قررتي انك تولي مقاول كيفاش تقدر تسير ولا الامكانيات اللي هي طويله جدا ولا الامكانيات التجارب اللي الناس مروا بها كلها يعني في جميع في بعض التسيير ديال بعض المؤسسات اللي كمثال ناخذ مثال ديال البيزنس بلان. شو واحد اللي غادي يكري لونتربريز كيقول لك دير فيها بيزنس بلان، بيزنس بلان سي با تري بارلو يعني ماشي شي حاجه اللي كيعطيك غير من الاولويات. بحال الا انت غادي تبني شي شونتيات تبدا تبني وخصك ولا غادي كمثال الدخول للمدرسه غادي تدخل تقرا كيخصك الادوات محفظه مقص يعني الادوات اللي انت خصك مباشره تستعملها على اساس انك تتعلم. ولكن باش انك تولي مقاول راه الا ما كاينش الطريقه الا ما تعلمتيش انت يعني مباشره وشفتي الطريقه ديال التسيير ديالك لانك كتدخل تما مجموعه من العوامل اللي كتدخل فيها شحال من حاجه، منها الضغط، منها كيفاش تجيري المشاكل ديالك، كيفاش تجيري الناس، كيفاش تجيري شي امور اللي هي يستحيل انك تتعلمها في المدرسه. وما كاينش حتى دي فورماسيون لحد الان، ما شفتش شي فورماسيون يعني كاين دي فورماسيون اللي هما سيباري اللي كي لا جيستيون دو ستريس، لا جيستيون دو بيرسونيل، لا جيستيون دو بلان دو تشوز، ولكن ما كتكونش شي فورماسيون الا تبعتيها لا ليتر غادي تولي اونتربرونور ناجح، لان هذا ماشي اي واحد كيولي اونتربرونور راه وما كنتزادوش اونتربرونور. كاين واحد العديد النسبه ديال الناس اللي يقدروا انهم يوليو مقاولين، وكاين واحد النسبه للناس اللي هما مديورين على اساس على الوظيفه ما عمرو غادي يوليو اونتربرونور. علاش؟ لان الطريقه ديال التسيير كاين اللي عزيز عليه يكون عنده ديك الحريه في الوقت ديالو، وكاين اللي عزيز عليه يكون هو يكون ماناجي يعني الناس يكون الناس كتسيرو ما يقدرش هو يتخذ قرارات لا في الحياه اليوميه ديالو لا في الشغل وغير ذلك. لهذا الان الجواب على السؤال واش ضروري باش نولي مقاول خصني نتبع شي فورماسيون ولا كيفاش، راه ما كاينش هذه القضيه ديال كيفاش وما كاينش اللي غيجاوبك عليها. كاين ان فوا انت كتظن بان عندك القرارات او ما عندكش شي بديل يعني بغيتي دير شركه، علاش؟ لانك انت اصلا ربما ما لقيتيش عمل، ربما ما لقيتيش هذا، ربما عندك فكره بغيتي تعطيها للارض الواقع يعني تخرجها للارض الواقع، كتاخذ القرار على اساس انك تولي مقاول. من بعد كتحاول انك كما كنقولوا حنا انك تسلح بمجموعه من الاشياء اللي تقدر تساعدك على اساس انك تربح الفلوس. فاش كنقولوا تربح الفلوس يعني كمثال باش ما ديرش اغلاط في الاول، باش ما ديرش الاغلاط في الاول انك من بعد تلقى راسك ضيعتي فيهم وقت كثير ولا فلوس كثيره، وحتى في بعض الاحيان ممكن يمشيو حتى ان تمشي حتى المستوى انك تسد المقاوله ولا ان البروجي ديالك يحبس. علاش؟ لانك انت اصلا ما حاولتيش انك تستغل تجارب الناس اللي كانوا من قبل منك واللي يعني عندهم تجربه واللي ضيعوا فلوس وقراوا دراسات وغير ذلك وحاولوا انهم يلقاو حلول للمشاكل اللي واجهتهم. هذا لا يعني ان جميع المشاكل كتقرا في المدرسه كيف هي ديك الحلول ديالها، هذه راه ما كايناش. يعني ان كاين شي مشاكل اللي غادي لان كل شخص الان راه كتواجه مشاكل على حسب المعايير، على حسب الميدان ديالو، على حسب شخصيته، على حسب الاشخاص اللي انت غادي تاخذهم يخدموا معاك. يعني يا تيلمون دو باغامتر اللي خصهم يتريكلو اللي يستحيل ان مقاول واحد كاين فما كان كاين شركه معينه ان جوج مقاولين غيعطيوك نفس النتيجه، هذه راه ما كايناش. يعني ان كل شخص عنده شخصيته وكل مشروع على حسب الشخص. كاين مشروع كتعطيه لشخص وممكن ينجحو وتعطيه لشخص اخر وممكن واخا تعطيه ديجا خدام يقدر يخرج عليه. يعني هذه امور اللي
ما عندهاش يعني شي قاعده وما عندهاش شي حاجه اللي هي واضحه اللي غادي نقول لكم راه ا بلس بي راه كيعطيك واحد كيعطيك واحد 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 الحل معين. دونك لهذا كنتمنى ان المغزى ديال هذا الفيديو يعني يكون وصل، لان الهدف من هذا الفيديو هذا شنو هو؟ بغيتي تخدم، بغيتي دير المقاوله، توكل على الله وحاول انك تجمع جميع الحظوظ من جهتك، يعني ان المعلومات، انك تاخذ قرارات في التمعن، انك تدرس وما تخدمش. النصيحه الوحيده اللي نقدر نعطيك انك ما تخدمش بالمشاعر ديالك في الشركات ولا في قضيه التسيير. المشاعر خصك تخليها جنبا، يعني يقدر تكون عندك ماشي يقدر ضروري ان تكون عندك اخلاق، يعني نيتيك تكون نابيليتيك، يعني تكون عندك مبادئ اللي كمثال انت ما غاديش تقبل اي شيء من الزبون ديالك، كاين شي امور اللي انت ما غاديش تقبلها، ولكن ما تتعاملش مع المشروع ديالك بالمشاعر. علاش؟ باش ما تضربش، باش كنقول انا ما تضربش، يعني الا فشل داك المشروع هذه ليس هي بنهايه العالم، يعني ربما انك غادي تعاود دير مشروع جديد وغادي توكل على الله، وربما غادي تيسر المشروع الاول، المشروع الثاني، المشروع الثالث، وإلا جاب الله. لهذا كنصحكم انا ما تخدموش بالمشاعر ديالكم، خصوصا في الاستثمار. اي استثمار كديرو خصك تكون مستعد نفسيا على اساس انك غادي تضيع فيه، والنتيجه غادي تكون نيجاتيف، يعني ان دوك الفلوس اللي غادي تدير راه غادي يضيعوا. ما تخدمش الا جاب الله وقع فيك شي مشكل، هذه اول شيء. المعلومات، كاين معلومه اخرى اللي هي مهمه جدا، هي ان ماشي بالضروره، لان لي زونتربرونور المقاولين اللي هم مجاهدين هم المقاولين اللي داروا شركات وسدوها وداروا شركه اخرى ودارت فايت وداروا شركه اخرى حتى تمكنوا بهذه الطريقه هذه على اساس انهم توصلوا للمشروع اللي سير تمكنوا انه يعطوا فيه نتيجه كبيره جدا. يعني اول الفشل ليس فقط الا البدايه ديال النجاح، كل فشل او كل عطره كتعطرها راه فقط ليست الا بدايه ديال النجاح اللي انت غادي توصل ليه باذن الله. لهذا نتمنى للجميع التوفيق، وما بقاوش تسولوا واش انا مطمئن، واش انا نقدر نولي مقاول ولا لا، واش هذا. الا كانت عندك امكانيه وعندك راس المال وبغيتي انك تبدا، خلاص توكل على الله وحاول انك تحاول تشوف يعني من جهتك انت الناس اللي ربما عندهم تجربه في الميدان، وتكون عندك قوه الملاحظه. يعني كاين شي امور غادي تقراها، كاين شي امور غادي تلاحظها، كمثال غادي دير شي مشروع في شي مكان، كتمشي كتشوف الناس اش كيديروا في هذا الميدان هذا، وكتحاول انك تقتبس منهم شي معلومات وتستفد منهم في اطار انك تبدا المشروع ديالك. دونك نتمنى يكون الميساج وصل. بالنسبه للناس اللي كيطرحوا هذا السؤال هذا، حاولوا تبارطاجوا معهم الفيديوهات هذو، يعني هذا ممكن يساعد اي واحد منكم في اي ميدان. لهذا بارطاجوا مع الناس، وكنقول لكم ا تري بيانتو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.